السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك معاهم صاحب المحل. أمرني يا حاج. أمري لله، أنا عاوز أشتغل لو سمحت. أنا آسف والله يا حاج، يعني زي ما حضرتك عارف السوق مريح اليومين دول، ما عنديش شغل خالص والله. لا يا فندم، أنا عندي ظروف، عندي عيالي جعانين في البيت ومعيش فلوس وما أقدرش أرجع لهم كده يعني. طب شوف لي أي سبوبة عندك لو همسح بلاط حتى. الموقف كان صعب ومؤثر على الناس. هو انا سمعت الحوار، اسفه بس انا بفكر في كذا حد دلوقتي والله. حد اقسم بالله لو كان في ايدي حد كنت عملت كده. مفيش والله، احنا بندور على شغل بس بفكر فيها، ولو لقيت حد في دماغي هقول لك. انت تشتغل في العماله، عامل في مصنع او حاجه؟ اشتغل يا فندم. ربنا ما في حاجه قدامي، مفيش اقسم بالله شغل. انا ممكن اعمل لحضرتك شغل اللي محتاج حد مثلا سباك او كهربائي. ما فيش مشكله يا فندم، اي سبوبه اكل منها عيش واكل عيالي بس، وتدي الديون اللي عليا الله يبارك لك يعني. هو انا اعرف واحده صاحبه شركه توريدات عماله، فلو كده ممكن ان شاء الله باذن الله اخليها اكلم حضرتك ان شاء الله. في واحد كده عايز يجيب اي شغل، تاخد تكلمه؟ يعني هو راجل كبير. هو راجل كبير في السن يا محمد. الامل دايما موجود طالما في ناس قادره تساعد. طب ممكن رقمك؟ حاضر يا استاذ. 0185 85 3 8. كل ما زاد الوجع ظهرت القلوب الطيبة، حتى لو كانت مجرد طبطبة وكلمة حلوة، ساعات بيكون تأثيرها ملوش حدود. مساء الخير يا فندم، أقدر أقعد معاكي دقيقة واحدة؟ دقيقة واحدة، ده أنا اللي أتشرف بوجودي مع حضرتك. اولا انا عايز ارحب بيكي معانا برنامج الصدى. اهلا بحضرتك. شفناكي مسكتي المنيو وسبتي المنيو حوالي 3-4 مرات من كتر ما انت مركزه مع الحوار اللي انت سامعاه. كنت بتفكري في ايه؟ انا مش عارفه، انا سايبه عليا، مش عايز اخد فلوس ولا عايز اي حاجه. انا اتصدمت يعني، مش عارفه. انا عايز ساعده بس مش في ايدي حاجه يعني. لا فعلا انا سجلت الرقم وخليته عندي، اللي هو فعلا لو كنت هساله على شغل او اي حاجه اشوف له اي شغله. متضايقه من الحوار ان مفيش شغل دلوقتي وناس كتير محتاجه شغل، يعني الموضوع صعب عند ناس كتير مش معه هو بس.